اختيت قبل ما يدخل رمضان انا كنت مسحت السراجم ديال التحت مسحتهم كلهم في نهار واحد وما عييتش. اليوم يلاه كملت هذا مازال ليا كما كتشوفوا دابا مع الخرجه ديال الباب كاين واحد الباب اخرى ثاني ديال الزاج بحال هادي وما نقدرش نمسح التحت. شنو ندير دابا؟ غدا العيد خصني ندخل ندوش ونخرج نتمشى شويه نتمشى في الغابة ونسمع العصافير ونرجع نشوف شنو غندير. دابا مازال ليا هادي واخا ما كتبان لكمش مسخره خانزه. شوفوا 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 شوف الضوء راه ما تتبانش مع الشمس. عندي بزاف ديال الشمس. شوف كي دايره. شوف شوف شوفوا من اللور ومن القدام. غنمسحها اختي واقيلا نمسحها وصافي لان اختي بزاف. شنو ندير دابا؟ شوفوا شوف مستعدين يسدوا عينيكم حتى ندوز. راني لابسه الشورت. الوغ هادي سهله هادي سهله دغيا غنكملها غنمسح من هنا. ويلي 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 ما شاء الله ما شاء الله الخيرات ديال الغبره. اختي اللي عنده بحال هاد الصراج بغا يكون كيعاني بحالي وما زوينين لحقاش كيعطيو الضو للدار. دابا انا داري كلها مضويه. انا تقريبا ما تنشعل الضو حتى الليل وما كنشعلش الضو. كنشعل غير واحد اللمبره صغيره. يعني تخيلوا معايا الضو اللي عندي في الدار ما تنحتاجش نشعل الضو انا بالنهار ما شاء الله. ولكن تمار خصك تمسحي تعاودي مسحي حتى تصفي هاد الشي مزيان. اه يا امي اللهم اني صايمه. اختي واخا صايمه مالي ما نقدرش نكون حادقه وانا صايمه. الخطوه اللي غنشارك معكم في الاول حكرته هذا خديته غير من عند الشناوه ياكو وحكرته لانه كنت عجزت نمشي للسوبر ماركت. قلت غناخذ بعدا غير هذا باش نمسح به السراج. هذا الشيء في الاول قبل ما يجيني الفراش ديال الدار. يلاه كنت غير كنجي انا بوحدي للدار باش كنقي شويه. راكم عارفين مع كانوا عندي الخدامه كنجي انا ديما وراهم باش كنقص عليه حتى انا داري كلها ملي تفرشات لدابا ما جبتش الخدامه تنقي لي الدار. انا بوحدي اللي نقيت جمعت مسحت درت كلشي. الوغ الامر ما فيه كنت مشيت الامر ما فيه كنت مشيت لواحد السوبر كنت مشيت لعند واحد الشينو كبير. كنت خديت من عنده بزاف ديال الاغراض بحال هاد الشيفونات والتخربيق ويتبان ليا هادي. وانا نسول هذيك خيتي قلت لها سكوز مي قلت لها هاد اللعيبه واش زوينه واش كتمسح مزيان ولا غادا غنخسر فيها الفلوس حيت راه كانت كدير واقيلا شي هذا كيدير شي 6 اورو ماشي غالي ولكن المهم مقارنه مع الاخرين اللي كيقولوا في السوبر راه كيديروها 2 اورو تخلي لك الزاج تيبري. وهي تقول لي الشينويه قالت لي الشينويه ماشي متعوجني في كندا الشينويه اللي في المكازا قالت لي خديها وما غتندميش ولا ما عجبتكش اجي رديها ليا. قالت لي ما غنرد لكش فلوس حيت حنا الشينويات ما عرفنا ما كنردوش فلوس ولكن غنبدلها لك بحاجه اخرى. ما نكذبش عليكم روعه هذا مازال خصني نرجع نشري منه شي 10. شفت هذه ديال الصباغه اختي اي صافي من بعد صافي شوفوا في الاخر غنعيط شي وحده تجي تجمع ليا. دابا انا غير دوزت عليهم من بعد عاد غدا نشوف شي خدام. علاش قلت لكم انا عندي الدار مضويه. شوفوا شحال ديال السراج ما عندي في الدار. شوفوا عندي بزاف ديال السراج ما عندي واحد في الدوش. الدوش اللي تحت فيه الاخر السراج عاوتاني. الدار عندي مضويه بزاف. الوغ دابا غدا ندخل ندوش لحقاش خصني نخرج. اختي بغيت نمشي نصاوب حجباني نصاوب ضفاري ما غيعطينيش الحل وانا كتخرج مع الربعة. غنشوف الخميس الخميس بلا ما نقول لكم. المهم غادي تجي عندي واحد الانسان عزيز على قلبي نخلي معاها نونا. نتوما عارفين اصلا ما كنخلي نونا ما نقدرش نخلي مع اي واحد عادي ونمشي ندير ضفاري سين يا اي